السلام عليكم الأبطال، نخليكم مع آخر الأخبار يو اف سي. كما تعلمون أن كونور ماكغريغور أخذ حزام الفيذرويت الذي كان يملكه خوسي ألدو عن طريق إسقاطه بضربة قاضية في وقت قياسي اللي هو 30 ثانية. بهذا خوسي ألدو خسر اللقب وخسر بعدها عدة نزالات. بعدها قرر أن ينزل وزنه إلى البانتام وايت اللي هو 61 كيلوغرام، مع العلم أنه كان يلعب في وزن 65 كيلوغرام. كما تشاهدون في الفيديو هنا بصعوبة كبيرة حتى استطاع الوصول إلى وزن 65 كيلوغرام ونصف، فتخيلوا معي يعني صعوبة النزول إلى 61 كيلوغرام. الكثير من المقاتلين انتقدوا بشدة هذا الأمر، بحيث قالوا أنه أمر خطير جدا على صحته، وشكل خوسي ألدو تحول بشكل مرعب. والوحيد الذي رأى الأمر على أنه شيء إيجابي هو كونور ماكغريغور، بحيث صرح أنه لا يتفق معهم وأن هذه الخطوة جريئة من خوسي أن ينزل وزنه إلى هذه المرحلة الصعبة، فهو يحتاج إلى صبر وعزيمة كبيرين، وأنه يتمنى له حد موفق وهو متشوق أن يراه في وزنه الجديد، بحيث خوسي سوف يشارك في UFC 245 الشهر المقبل في سنة 2020. كما تشاهدون صورة خوسي ألدو في وزنه الجديد. ننتقل إلى خبر وقوع حبيب في فخ المنشطات. كما تعلمون بأن منظمة يوسادا، لمن لا يعرفها فهي منظمة متخصصة في محاربة المنشطات، فلقد زارت روسيا لتعمل بعض الفحوصات لتعاطي المنشطات لحبيب، وصدرت بعض الأخبار على أن حبيب قد فشل في هذا الاختبار ووجدوا كمية كبيرة من مادة الأستارين. وكما ذكر البطل السابق تشيل سانون في إذاعته أن هذه الأخبار لا يعقل أن تكون صحيحة وأنها مجرد إشاعة، ولا يعقل بأن حبيب يستعمل منشطات، فإنه كما قال يعني أنه رجل نظيف ولم يفشل في أي اختبار منشطات من قبل، وبأن هذا الخبر لا يمكن أن يكون صحيح إلا إذا صدر يعني خبر رسمي من منظمة يوسادا بأن حبيب فشل في اختبار منشطات. لكن في نفس الوقت ممكن مثلا أحد العاملين في منظمة يوسادا بأن يكون قد تحدث مع أحد أقربائه أو أصدقائه ويقول هذا الأمر، بمعنى أنهم وجدوا شيء من عينات حبيب، وهو الآخر يقولها لأحد أصدقائه، وهكذا تنتقل الأخبار. وحتى مدير أعمال حبيب مؤخرا عبد العزيز قال كلام غريب جدا، بأنه قال بأنه إذا كنت مقاتلا وتكلموا معك ليوصد بخصوص موعد لعمل بعض الفحوصات لا تقبل أبدا ولا تذهب إليهم، لأنهم يبحثون عن المقاتلين لكي يوقفوهم عن اللعب. يعني أنا شخصيا لا أعلم لماذا قال هذا الكلام وما الغاية منه. على كل حال ربما يكونوا قد وجدوا بعض العينات البسيطة من فيتامينات أو مقويات التي ليست ممنوعة، لأن مدير أعمال حبيب يخرج فجأة ويصرح بهذا التصريح الغريب إلا ويجب أن يكون قد حدث أمر ما الذي لا نعلمه بعد. على كل حال ننتظر الأيام لنعلم ما هي حقيقة هذا الأمر. لحد الآن المنظمة لم تخرج بأي تصريح في شأن هذه القضية، فربما تكون مجرد إشاعة. نمر الآن إلى عودة كونور ماكغريغور ونزاله ضد سيروني كوبوي في وزن الوالتر وايت 77 كيلوغرام. كما نعلم أنه لما واجه حبيب لعب في وزن 70 كيلوغرام، فهو ربما يبحث الآن عن حزام ثالث في وزن جديد. وكما يعني قال المعلق جو روغان أن كونر لا يريد أن يتعب في إنقاص الكثير من الوزن، فهو سوف يستمتع بأن يقاتل في وزن يرتاح فيه بدون أن يواجه شخص عملاق، ويتحدث عن سيروني يعني أنه ليس عملاق. وكما هو المعروف أن كونر كان سيلعب في شهر يناير، لكن بعدها تم تأجيل النزال لشهر فبراير. لكن الشيء الذي يزعج كونر ورفض أن يلعب في شهر فبراير وهو أن في شهر فبراير النزال الرئيسي سيكون جون جونز ضد دومينيك ريس، وكونور سوف يكون الكو إيفنت، يعني بمعنى صورته لن تكون الواجهة الكبيرة، سوف يكون فقط في الجانب، وهو لن يقبل بهذا لأنه يريد أن يكون نزاله نزال رئيسي ويكون هو نجم الليلة. إذن أظن أن نزاله سوف يكون بعد شهر فبراير، ممكن سيكون في مارس، لكن لحد الآن الأمور غير واضحة.
المهم في هذا نأتي إلى ختام هذا الفيديو، ونتمنى تكونوا استمتعتوا بمشاهدة هذا الفيديو، والسلام عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله.